طب يا سيدي، النساء ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. شوف المراحل. ومن يعص الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. يعني يعص الله، ربنا قال له لا تشرك بي شيئا، اشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلي الصبح قبل شروق الشمس، ينفع؟ لا يصح ان نصلي. ما صلى حتى. المراد بالعصيان التمرد والخروج عن مقتضى الامر، عدم الائتمار بالاوامر. تمام. او ارتكب المنهي، هذا يدخل في الامر. نفس القضيه، نفس القضيه. ويتعدى حدوده، حدود الله. ما معناها؟ حدود ان ربنا سبحانه حد حدود، فانت تتعدى الحدود. هل هي الحدود الموجوده يعني حد الزاني وحد لا لا يعني هذه من ضمن الحدود. كل حدود، كل اوامر الله عز وجل اذا كسرتها وعصيتها وخالفتها فقد تعديت حدود الله. كل الاوامر. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. حمى الله محارمه. نعم. فادي حرام وادي حلال، فما تقتربش انت من المحارم الا ما حرم الله عند الشيء. ولا لا لا سبحانه. كان الصحابه يقول لك ايه؟ اما الحرام فالممات دونه، لا اموت احسن. يا سلام. سلام. سبحان الله. في المائده يا سيدي، لا معذرة، من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. طيب. خالدا فيها وله عذاب مهين. يعني التعبير بعذاب مهين وانه خالد في النار شيء يعني يصيبني بالفزع والهلع. هو خالد في النار في حد ذاته، لماذا عذاب مهين؟ مش اي نوع من العذاب.